أميرنا الراحل وتجربتي الشخصية معاه أو نظرته للمرأة وما لمسناه منه كداعم للمرأة. نعم. سموه رحمة الله عليه لم يكن داعم للمرأة فقط منذ يعني إقرار الحقوق السياسية أو تولي الوزير أو الوزيرة أو وجود النائبات، وإنما قبل ذلك. يعني أنا شخصيا قابلت مع مجموعة من الأخوات الناشطات في مجال المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة، ويعني كنا نتمنى عليه بأن يدفع بهذه الحقوق في مجلس الأمة، علما بأن مجلس الأمة في ذلك الوقت كان في الرأي المتصلب والمتشدد ضد الحقوق السياسية للمرأة. نعم. فكان يقول لنا بكل وضوح وبكل قوة: أنا مع المرأة، أنا مع الحقوق السياسية للمرأة، لأني أصلا مؤمن بالدستور ومؤمن بالديمقراطية، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم من خلال مجلس الأمة. فيعني الرؤية مالته لم تكن رحمة الله عليه لم تكن وليدة إقرار الحقوق السياسية، وإنما هي قناعة ذاتية من عند سموه. نعم. رحمة الله عليه، وهذه الرؤية قد تحققت بإقرار الحقوق السياسية والكلمة الرائعة التي ألقاها في ذلك الاجتماع وذلك تلك الجلسة، تعيين امرأتين في المجلس البلدي قبل تعيين الوزير. نعم. تعيين امرأتين في المجلس البلدي، الشيخة فاطمة الصباح والمهندسة فوزية البحر. نعم فعلا. ثم بعد ذلك تعيين أول امرأة، وأتشرف بأن أكون هذه المرأة، وهكذا يعني. فبالتالي مسيرة الدعم متواصلة، والدعم فعلا. لم يكن دعم لفظي أو دعم بروتوكولي، وإنما دعم حقيقي ملموس على أرض الواقع. نعم.